أهلا بكم في حلقة جديدة من بورصة الرأي، نسألكم فيها: هل العنف ضد المرأة سلوك فردي أم ثقافة مجتمع؟ تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 40,000 امرأة يقتلن من قبل أزواجهن سنوياً، وترى دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن عنف الشريك الحميم هو من أكثر أنواع العنف شيوعاً ضد المرأة، إذ يلحق الضرر بنسبة 30% من النساء في أنحاء العالم أجمع. ما السبب برأيكم في هذه النسبة من العنف تجاه المرأة؟ وكيف هو الحال في البلدان العربية؟ من هم الذين يمارسون العنف بأنواعه ضد الإناث؟ هل هي الذكورية التي تسيطر على المجتمع؟ أم هي العادات والتقاليد المتوارثة؟ أم أمور أخرى؟ وهل ترون تعنيف المرأة سلوكاً فردياً وحالات جانبية أم هو ثقافة مجتمع؟ وما هي برأيكم الأسباب التي تسوغ لتبرير العنف الممارس ضد النساء؟ يمكنكن ويمكنكم المشاركة بآرائكن وآرائكم من خلال صفحاتنا في تويتر وفيسبوك، أو من خلال إرسال تسجيل ويبكام على رقم الواتساب، أو بالاتصال مباشرة على الرقم الذي يظهر على الشاشة. وفي بداية هذه الحلقة مع تجربة حول هذا الموضوع، حنان مواطنة لبنانية من بيروت، سنستمع إليها وإلى تجربتها. أهلا بك حنان. نعم أهلا. تفضلي حنان. يعني أنا بقول إنه أنا العنف تربية، إنه تربية خطأ، لأنه العنف لما بيتمارس على الشخص وبيسكت الواحد عنه وما بيقول عنه، لأنه هذه الإيد بتاخد بصير الإنسان يضرب من مكان. فأنا تجربتي كانت إنه أنا تزوجت زوجي، أنا كنت بعرف إنه إنسان بيعنف، كان يعنف أمه، كان يضربها. فكانت حماتي كانت تسكت عن الغلط، كانت تسكت عن الضرب. يجي يسألوها أولادها يقولوا لها إنه أنت مين؟ ليه عينك زرقاء؟ أو مثلا ليه إيدك؟ أو أي شيء كان يعنف فيك. لا، يتقلن إنه أنا مثلا فتت بالشباك وقعت، كانت تشتر العلاج، وهذا أكبر غلط، لأنه إيدي أخذت على الضرب. كان مفروض من الأول إنه أبو ولادي إنه كان مفروض إنه من الأول يتحسب. كان لما يمد إيد كان مفروض واحد يحكي، ما يسكت عن الغلط، ما يسكت، لأن الغلط بيزيد وبيزيد وبيكبر. بصير هو يشكله إنه هيدا الشيء، إنه مثل ما أنت قلت، إنه هيدا إنه الرجال لازم يضرب يخوفها للمرأة تسكت، بصير ما تحكي. أنا مثلا أنا من الأشخاص، أنا كان عندي رأي، كان هو الثاني، كان هو كان يحكي عني، أنا ممنوع أحكي، ممنوع روح، ممنوع إجي، ممنوع أروح عند أهلي، ممنوع أحمل تليفون، حتى أنا شكلي مع أمه بقلب البيت، ممنوع أحكي مع أمه. لهون وصلت. فهو كان يضربني قدام أمه، لك عمت أمي سكتي ما قالي شي، المرة بتطول بالها، فأنا سكتت، أنا إيش بشي حسيت حالي إنه أنا ما بقى فيي أتحمل. أنا لما وصلت على جمعية كفا رحت حكيت، أنا كنت إنساني ضايعة في أساني، ما كنت بعرف، ما كنت عارفين شو هو الصح وشو هو الغلط. أنا كله دايما يقولون إنه المرة مفروض تسكت وتسكر على جوزها، والمرأة لازم تحمي العائلة، إذا أنت حنان قد تلقيتي اهتمام من هذه الجمعية وبادرت هي باحتضانك ومعالجة الحالة التي مررت بها. أكيد أنا رحت على كفة إنساني أساسي، ما بعرف أحكي، كانت صمت عندي، هني خليني أحكي، طلع اللي جبتي. أنا هلا صرت إنساني بقدر دافع عن نفسي. أنا هلا ما بقى أخلي حدا يظلمني، كنت أنا عم بعمل شيء صح، ممنوع بقى حدا يظلمني أو يجيني أو يمد إيده علي، ممنوع. أنا تعنفت، بس أنا أنتي رحت على كفا، أنا رحت على كفا لما بلش زوجي يمد إيده على أبني الكبير، هون قلت خلص، يعني أمه أنا
بلش بابني، بعد عندي ابني الصغير بكره بيقدر يبلش بالاداره، لانه ما في عنده لا حوار لا في تفاهم، كل شيء عنده بالضرب وبالعنف. هو العنف مش بس ضرب، هو العنف ممكن يكون ضرب لفظي معنوي جسد كل شيء، يعني العنف بكل جميع بكل شيء هو عنف. حتى اللفظ الاكبر بدمرك الانسان اللي ما بتقدر تتفاهم معه وتاخذ وتعطي معه، خصوصا مش حياتك اللي اخترته انك تعيش معه كل العمر، وحتى نفسك انسان ما بتقدر تحكي بده ياخذ لك شخصيتك ياخذ لك انسانك. طيب حنان، يعني التجربه التي مررت بها، يعني الكثيرات مررنا بها سواء في العالم العربي او حتى على مستوى العالم، يعني كثيرات منهن ربما يتابعنا هذه الحلقه وسينضم، يعني سيكون هناك من سينضمنا الى هذه الحلقه، ماذا تقدمين من نصيحه الى اولئك يعني اللاتي يعني تعرضنا لمثل هذه التجربه او ربما تجربه من نوع مختلف؟ أكون اكيد ما في حدا ببيته سعيد، بس في شيء عن شيء بغطي، في شيء عن شيء بتغطي. أنا ما قدرت أغطي على شيء من الأشياء، لأنه أنا بكل شيء كان هو رافض كلياً الحوار، رافض بكل شيء إنه يأخذ إلاكي. أنا نصيحتي للمرأة العربية، أنا 16 سنة عذاب، أنا هلأ صار ابني عمره 13 سنة، أنا ابني حاول من وراء أبوه مش بالسكينة يخبيها، أنا ما عرفت يخبيها، لحتى أسوأ شيء عند الولد إنه يشوف أمه عم تنضرب من أبوه. أسوأ منظر عند الولد يمكن بفضل يموت وقال يشوف أمه عم تنضرب وتوصل للموت، يشوفها عم توصل للموت بين إيدين مين؟ أبوه. أنا أبني اشتريت سكينة خبيها، قال كان عم هلا هو مثل ما خبرني قال إنه هو بس يشوفنا عم بنضرب بده يظهر السكينة وبده ياكل بلية. أنا أبني منه مجرم، أنا أبني إذا بتشوفه ولد مثل القمر، عشان بيفهم شاطر بالمدرسة ذكي. نحن لما طلعنا على العادلية لفوق عند القاضي زلفة وحكينا لها شافت قدامها ولد رائع جدا جدا، بس شاف امه عم تنظلم، فهيدا الشيء بعده عن البيت لخبر بعده. هلا نحن ما بنشوف ونحن كثير مرتاحين. نصيحتي للمرأة العربية اذا هي بدها تنأذى تنأذى لوحدها، بس ما يوصل للأذى مثل ما انا عملت سكتت كل هالوقت وصل الأذى لأولادي. أنا بتمنى على كل امرأة عربية بتتعلم. نعم نعم حنان، يعني أو معنوي أو جسدي. هذه بالطبع يعني نصيحة يجب أن توجه بأنه يعني أمثالك يجب أن يتحدثنا فعلا ولا يبقى هذا الموضوع متكتم عليه. شكرا لك حنان على هذه الجرأة في طرح ما تعرضت له من تجربة عنف. و تنضم إلينا عبر سكايب لورا صفير، رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة من بيروت. أهلا بك أستاذة لورا، يعني استمعتي إلى تجربة من يتعرضنا للعنف، برأيك يعني أستاذة هل العنف في مجتمعاتنا أو ما يجري هل هو سلوك فردي أم أن المجتمع لديه هذه الثقافة ويكرسها بشكل أو بآخر تجاه النساء؟ الحقيقة عنا إحنا مجتمعاتنا، يعني أنا كثير تأثرت بشيكتها لحنان، لأنه في كثير مثل حنان كانوا عم بيعانوا ويمكن ما لقيوا المساعدة المطلوبة، وفي كثير مثل حنان كمان توجهوا لجمعيات المختصة وتلقوا العناية من ناحية العناية النفسية، العناية الاجتماعية، العناية المعنوية، العناية القانونية، يعني المتابعة بالمحاكم. هدول كانوا محظوظين. إذا بدنا نرجع لموضوع العنف يلي هو طبعاً في صفة التسلط، في ثلاث عناصر أساسية بالعنف يلي هي استغلال السلطة، يعني تسلط على الشخص الأضعف منه. في عنصر ثاني يلي هو استعمال القوة، والعنصر الثالث يلي هو موضوع الإيذاء. من هون مثل ما حكيت حنان وعبرت بمشاعرها وقالت إنه في عنف جسدي وعنف جنسي كمان وعنف معنوي وعنف نفسي، طبعا هدول كلهم بيتزامنوا مع بعضهم، بس العنف المعنوي الحقيقه هو ابشع انواع العنف. نرجع لمنين نبع هذا العنف، خاصه العنف ضد المراه داخل الاسره. نحن عايشين بمجتمعات حقيقه مجتمعات ذكوريه باترياركيه. ذهنيه ثقافه العنف ضد المراه موجوده بمجتمعاتنا الحقيقه. والدليل انه الماده 562 من قانون العقوبات يلي بتحكي عن جريمه الشرف
واللي ألغيت بعد 40 سنة من النضال بعدها موجودة بذهنية بعض المجتمعات، بعض البيئات. يعني في ناس كمان بعضهم بيمارسوا العنف ضد المرأة إذا كانوا شكوا فيها، يعني بيضربوها بيقتلوها، معناتها أنه بعدها موجودة بالذهنية بس لغيت بالقانون. وممكن كمان في مواد تانية بقانون العقوبات يلي كمان ممكن يستغلها الشخص المعنف، خاصة بالنسبة لهيدي المادة اللي بتعفي من العقوبة إذا كان هو قام بثورة غضب، قتلها بثورة غضب. من ناحية تانية يعني التمييز موجود بمجتمعاتنا ضد المرأة، في هذا النوع من التسلط والذكورية الموجودة بالمجتمع. نحن ما بنحكي عن الرجولة، الرجولة طبعا هي صفة كتير جيدة، وإنما الذكورية يلي بتدل على أنه هيدا الشخص هو بحس حاله أنه هو السلطة الأساسية بجو خاصة داخل الأسرة. استغلال هالذكورية هاي واستضعاف الشخص الآخر عم بتخلي يصير في هالعنف ضد النساء. أسباب ربما عديدة أستاذة لورا، سأعود إليك، سنستمع إلى آراء أيضا. انتقلنا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لنسأل عينة من المواطنين عن هذا الموضوع تحديدا، العنف ضد المرأة في المجتمع، هل هو سلوك فردي أم ثقافة مجتمعية بسبب عدم وجود قوانين تحميها؟ هذه كانت الإجابات. العنف ضد المرأة هو أول شيء ثقافة جاهلية فيها تكون بمجتمع مثل بمجتمعنا يلي كتار بيعتبروا أنه كتير بيفهموا وبيلحقوا الدين والتطرف، بفكروا حالهم أنه عم بيأدبوا المرأة. هذا أكيد تخلف عقلي وعقلية شرقية قديمة ولازم بقى نتخلص منها، لأنه هيدا يعني الشيء يعني صار يعني كتب التاريخ ما عاد موجود. بيسكلي مش بس سلوك فردي، ثقافة مجتمع أكتر. مجتمعنا للأسف موجه كتير تاورز أنه هيدا الشيء يصير وما ينعمل شيء ضده، سو بيسكلي لازم يصير في ثقافة للمجتمع تاورز هيدا الشيء. وثقافة مجتمع عشان ما متبعين القوانين اللي بتنص عليها القوانين المحل الدولية أو القوانين الدينية اللي بتعطي للمرأة حق مقدس إنه عدم تعامل معها بشكل سلبي أو إساءة لها. كانت هذه مجموعة من الآراء من لبنان، ومن لبنان أيضا عبر الهاتف تنضم إلينا فيولا أبو حودة من الحازمية. أهلا بك فيولا، ما رأيك يعني العنف الذي يجري توجيهه تجاه المرأة، هل هي يعني صفة يمكن أن نقول بأنها يعني تحدث بشكل فردي وأن يعني حالات نادرة، ولا أو أنه ثقافة مجتمعية قد يعني ترسخت منذ فترة طويلة؟ العنف ضد المرأة هو ثقافة أكيد، ما في ثقافة بعدين هذا بيرجع لمربى الأهل، في ثقافة أهل، لأنه الولد بتأثر ببيته بأهله، ما بتأثر بالمجتمع كثير حسب ما بيطلع من بيته. هلا فيها ثلاث عوامل، فيها قصة البيت، فيها قصة المجتمع، وفيها قصة إذا كان شخصيته قوية وبيرفض هالشيء ولا لا، بس الأهم الأهم هي من البيت بتطلع. طيب بالنسبة للمجتمع يعني هل مثلا المجتمع اللبناني كيف ينظر إلى رجل يعني يضرب زوجته؟ يعني هل ينظر له بنوع من التبجيل وأنه هذا يعني قام بعملية بطولية، أم ينظر له بالتحقير وأن هذه عملية يعني مهينة يقوم بها؟ لا أكيد بالتحقير وقلة الأخلاق أكيد، نحن منطالب بقانون يلجم هالشي ويأخذ منهم حق مزبوط، لأنه هذا بيكون حقير أكيد بلا أخلاق اللي بيتصرف هالشي، عم بيعمل حاله رجال عمرة، ما هو بالعكس المرأة ضعيفة لازم يكون حدها مش يضربها، لأنه منه رجال اللي بيضرب مرة. طبعا منذ قليل استمعنا إلى تجربة حنان وتحدثت عن أنه كان زوجها يضربها وذلك يحدث أمام والدته وكانت والدته تشجعه، يعني نتساءل هل فعلا الأهل يتصرفون بمثل هذا المنحة؟ يعني كيف يمكن يعني لو كانت أم تشجع ابنها على مثل هذه الأفعال، ألا تقبل، كانت هي تقبل ربما على نفسها أن تعنف من زوجها؟ برافو، هذا هو اللي بدي جاوبك عليه. هي امه بتقبل انه جوزها يضربها؟ هي باردون لو قلتها معلش سامحني، هي الام بلا اخلاق قبله هو، لان هي اللي عم بتعلمه. هذا هو اللي قلت لك من الاول، هي من وراء الاهل، الشاب بيطلع من وراء مرباب الاهل، يا من بيو يا من امه، يا بيشوف بيو عم بيعنف امه قدامه
أو أمه بتعلمه على هالشي، بس ترجع لقلة أخلاق الأم. هل بدها ثقافة؟ مفروض كتير يكون في برامج تثقيفية، يكون الدولة تاخذ قوانين صارمة باتجاه هالشي، لأنه عادي يصير بأيامنا هلا بهالعصر اللي نحن فيه، عادي يكون في بعد هيك رجال. نعم، شكرا لك فيولا. وإلى زويا روحانا رئيسة منظمة كفا من بيروت، أهلا بك زويا. زويا أنت رئيسة المنظمة التي احتضنت حنان، واستمعنا إلى تجربة حنان، وطبعا أنتم لديكم تفاصيل أعمق. برأيك يعني هذه الحالات عندما تأتيكم بالعادة، ما هي الأسباب التي يمكنكم أن تقولوا بأن يعني كانت يعني هي التي سببت العنف؟ يعني ها كانت حالات فردية أم رأيتم أنها متفشية بشكل كبير في ثقافة المجتمع اللبناني؟ لا، الحقيقة هي مش حالات فردية، هو الغلط الأساسي أنه نعتبرها حالات فردية. ونحن من وقت ما بلشنا نشتغل على موضوع العنف ضد المرأة، كنا الهدف الأساسي تبعولنا هو أنه نقل هالحالات من لتكون حالات عامة مش حالات خاصة، لتصير تحت طائلة القانون. ونحن من سنة 2007 بلشنا نشتغل على قانون لحماية النساء من العنف الأسري، وأخذ معنا كثير من أشكال النضال لحتى استطعنا أنه نحصل على هذا القانون السنة الماضية، أقره البرلمان اللبناني. يعني كان الهدف تبعولنا أنه تكون هذه الحالات حالات تعتبر قضايا اجتماعية على المجتمع كله أن يتحمل مسؤوليتها، وأهم الدولة تتحمل مسؤولية هذه الظاهرة وتبلش تكافحها عبر قانون، على الأقل قانون، وبعدين عبر برامج متعددة يعني مفروض تكون. طيب يعني هل القانون فعلا سيحد من مثل هذه الممارسات؟ يعني هناك دول توجد بها قوانين، يعني حتى في أوروبا يوجد العنف ضد النساء، ليس فقط في دولنا العربية. صح مزبوط، والسرقة موجودة بكل العالم. هذا مش معناته أنه مش لازم يكون في قوانين تحد من السرقة أو تعاقب على السرقة، يعني الخلل موجود ورح يضل يمكن موجود، بس أكيد القوانين تلعب دور رادع. ونحن كان الهدف أساسا من القانون هو أنه يردع العنف من أول ما يبلش، قبل ما يتطور ليصير بمراحل متقدمة مثل ما عانت منها حنان، ومثل ما صار في حالات قتل. إذا كنتم رافقين خلال السنوات الماضية، نحن أبرزنا يعني أو لعب الإعلام دور كبير بإبراز حالات قتل للنساء صارت نتيجة العنف الأسري. فالقانون هدفه أنه يحد من تفاقم العنف من أول ما يبلش لحتى ما يتفاقم ويصير يوصل لمراحل القتل. وأكيد القوانين بتلعب دور رادع يعني. يعني طيب يعني في تحديدا في موضوع القانون استاذة زويا، أحد يعني هل فعلا تفضلي لا كنت عبول حنان هي حالة من الحالات العديدة اللي صاروا أكثر من 40 حالة مستفيدين من قرارات الحماية بناء على القانون اللي صدر السنة الماضية. يعني كنت أود أن أسألك بالتحديد في موضوع القانون، يعني هل النساء بحاجة لقانون يحميهن؟ يعني هي في الأخير هي إنسانة، والقانون في كل الدول يقول بأن الاعتداء على سلامة جسم الغير يتوجب عليها أنه الشخص يقدم إلى 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 يعني بشكل بآخر إلى إجراءات تقوم بعملية العدالة. يعني هل بحاجة فعلا أن نقول هي المرأة ليست إنسان بحيث أنها بحاجة إلى قانون خاص؟ لا، هي إنسان، وإنسان ومكثر كمان، مش بس إنه إنسان. بس المشكلة إنه القانون ما في يتعاطى مع زوج وزوجته أو مع علاقات داخل الأسرة مثل ما بيتعاطى مع علاقات عم بتصير بالشارع بين شخص وشخص ما بيعرفوا بعضهم أو بين جيران. الأسرة لها خصوصيتها، وفي ولاد عايشين بالأسرة، وفي ناس معتمدين على بعضهم بالإعالة، بموضوع الإعالة. فمش ممكن القانون يتعاطى مع العنف اللي عم بيصير بقلب الأسرة مثل ما بيتعاطى مع العنف اللي بيصير بالشارع. مشان هيك كان في حاجة لقانون خاص، ونحن من واحد من مئات الدول اللي أقرت قوانين خاصة لمعالجة العنف اللي عم بيصير بقلب الأسر، لأنه هذا بده إجراءات خاصة، يعني مش إجراءات عامة مثل بقية إجراء العنف اللي بيصير. شكرا لك زويا روحانا رئيسة منظمة كفا من بيروت. سنتابع آراءكم التي كتبتموها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال صفحاتنا. حمود يقول: العنف ضد المرأة هو أحد أسباب تخلف المجتمعات، وعلى الإعلام والمنظمات المدنية تمكين المرأة اجتماعيا.
سهام تقول: الغربيون يمارسون هذا السلوك الشاذ ضد المرأة وليس العرب فقط، وهذا يدل على ضعف شخصية وانعدام رجولة. كانت هذه مجموعة من الآراء. بالعودة إلى الأستاذة لورا سفير رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، يعني استمعنا إلى آراء، وأود تحديدا أن أسألك حول دور الأهل. يعني استمعنا إلى آراء تقول بأنه التربية في المنزل هي التي تشجع أو يعني تنبذ مثل هذا السلوك. إلى أي حد يمكننا أن نعول على مثل هذا؟ أنه الأسرة فعلا لو ربت ابنها وكبر لن يتخذ إجراءات عنفية تجاه المرأة؟ لا بالفعل، هو الأسرة هي نواة المجتمع. يعني إذا كانت الأسرة سليمة المجتمع هيكون سليم، وإذا كانت الأسرة مفككة طبعا هيدا الشيء حيأثر على المجتمع، حيصير مجتمع مفكك. كتير ضروري ما يكون في تمييز داخل الأسرة، يعني حتى بطرق التربية مفروض الأهل يعرفوا كيف يربوا أولادهم، ما يكون في تمييز بين البنت والصبي من بالصغر، وهذا الشيء لأنه بيكبر معهم. هذا التمييز يلي موجود بالمجتمع، يلي نحن عم ناخده من المجتمع كمان، لأنه في ثقافة التمييز ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي، هذا مأخوذ من المجتمع وعم بيكرسوا داخل الأسرة، أيضا عم ينقلوه للأسرة. مشان هيك ضروري يكون في مساواة داخل الأسرة بالتربية، وما يكون كمان في حتى نحن بالكتب القراءة في تكريس للصورة النمطية للمرأة يلي بتفرجينا أنه كيف في تمييز بين المرأة والرجل بالأدوار أيضا، وهذا كله عم يدخل بأسلوب التربية. ولما بيكون في كمان عنف داخل الأسرة، يعني أنا سمعت كتير آراء يعني عن النساء يلي تعرضوا لعنف، وكانوا حقيقة والست حنان اللي قالت أنه أنا كان أثر هيدا الشيء على ابني وصار ابني شاب، وهي عم تتأسف هلا أنه ليش ما أخذت قرار بالبداية أنه تحكي عن أنه تخرج عن الصمت وتحكي عن هذا الموضوع، كانت حميت ابنها. وبالفعل هيدا هو كان المطلوب من بداية الضرب، من بداية فعل الإيذاء، كان مفروض هي تاخذ القرار بأنه تحمي حالها وتحمي أولادها بالتالي، لأنه العنف بيأثر على الأولاد بشكل كثير أساسي. هي بتشعر بالذنب وهن بيشعروا بالذنب أيضا وبالكآبة، وبينعكس على نفسيتهم، بينعكس على دروسهم، بصير في تسرب مدرسي، بينعكس على علاقاتهم مع رفقاتهم، يعني بينعكس على سلوكياتهم تجاه الآخر. يعني مجرد ما أنه الصبي عم بيشوف أبوه ممكن الجو الأسرة في الأخير سيتم توريثه أو شحنه للأبناء. نعم يعني أنه جو الأسرة في الأخير سيتم شحنه في الأبناء. بيأثر سلباً على الأبناء. يعني نعم. أود أن أشكرك أستاذة لورا صفير على مشاركتك معنا وعلى آرائك. شكراً جزيلاً لك مشاهدينا. فاصل قصير ثم نعاود المتابعة. أهلاً بكم من جديد، ونذكر بسؤال حلقتنا اليوم: هل العنف ضد المرأة سلوك فردي أم أنه ثقافة في المجتمع؟ كاميرا بورصة الرأي انتقلت إلى العاصمة المصرية القاهرة وسألت عينة من المواطنين: هل العنف ضد المرأة في مجتمعنا سلوك فردي أم ثقافة مجتمع أم سبب عدم وجود قوانين تحميها؟ جاءت الإجابات على هذا النحو: نوع من الثقافة المجتمعية، نوع من الجهل في التعامل مع المرأة، نوع من الشيء اللي بانتهاج ثقافة العنف. هو العنف ضد المرأة يعني سلوك فردي، ده مش حالة جماعية أبدا. احنا مجتمعاتنا دلوقتي بقت أكثر تحضرا، أنا عايز أقول ساعات العكس بيحصل ضد الرجل. اسألي أي واحدة ست هتقولك أنا بحب راجل الحمش مثلا. في ستات بيبقى جوزها بيضربها وبتعيش معها عادي، يعني احنا اصلا متقبلين على فكره، احنا بس بنقعد نتكلم كده تفهميش، تحسي ان احنا نحب نعمل حوارات كده ونبين ان احنا مظلومين وشهداء، بس اللي عايزه توقف ده بتوقف ده. وبالنسبه للناس اللي مغلوبه على امرها اصلا مفيش قانون يحمينا فعلا. والله يا كذا من كذا من كذا اتجاه، يعني احنا اولا سلوك مجتمع ما حدش ينكر كده، ثانيا احنا برضو تخلينا عن المبادئ والقيم، وان المراه برضو نسيت يعني دورها برضو في المجتمع ازاي يعني تظهر بمستوى كويس ومظهر لائق. كانت هذه آراء المصريين. وينضم إلينا محمد حسين، مواطن مصري من القليوبية.
ما رأيك محمد، ثقافة في المجتمع أم هو سلوك فردي العنف ضد المرأة؟ أهلا السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني محمد كنت أسألك عن العنف ضد المرأة، هل هي ثقافة في المجتمع أم هي سلوك أو هو سلوك فردي؟ أولا بحب حي حضرتك وبحب حي المشاهدين بتوعك. أهلا بك. وبحب أسمع على القناة دي اللي هي تعتبر منبر بيتسم بشيء من الحالية في وقت في مصر بيكون فيه دلوقتي في تعكين إعلامي كبير. أنا أشكرك محمد على هذا الشكر. يعني لو توجهنا مباشرة إلى موضوعنا وهو العنف ضد المرأة، كيف تراه أنت يعني تحديدا ما يجري في مصر من تعنيف للنساء؟ تمام. وكان طبعا هو سلوك فردي، هو سلوك فردي بيبقى صادر من البني آدم نفسه. يعني مش أبدا هو ثقافة المجتمع بعبارة عن سلوك فردي، يبقى انفلات أخلاق من البني آدم نفسه. إذا المجتمع لا يشجع مثل هذه الثقافة. هو ثقافة المجتمع أبداً. لا هو الحاجة هي بتبقى طالعة من الإنسان نفسه، عنده نقص في حاجة، بيدور على حاجة مش لاقيها، لكن هو طبعاً بنشوف طبعاً الحاجات دي كلها حالات فردية مش حالات جماعية. يعني مثلاً واحد بيتحرش بواحدة، مش مجموعة أو جماعة أو بيتحرش بنفسه، لا هو واحد بس بيتحرش بواحدة. يعني من الآراء التي استمعت إليها قبل الحلقة بأنه أساساً في مجتمعاتنا العنف هي ظاهرة عامة، يعني على الذكر وعلى الأنثى، يطال الجميع، ويعني في الأخير النساء هن جزء من المجتمع ويطالهن هذا العنف، يعني لأنه المجتمعات يعني تأصل لديها ثقافة العنف، أصبح موضوع عادي أنه شخص يضرب آخر أو أنه يرمي عليه كلام. يعني العنف ليس بالضرورة أن يكون جسدي، قد يكون لفظي أو نفسي. لا هو انا بتكلم على ان ده بيبقى طالع من الفرد نفسه. انا يعني احنا دلوقتي هو بيرجع للبيئه اللي البني ادم خرج منها، بيئه يعني بيئه صالحه ومصالحه، الكلام ده كله بيبقى خارج برضه، بيبقى التعليم له دور في الموضوع. تمام؟ هو لو هو البني ادم كويس مش هيعمل حد على المرأة ومش هيتحرش بيها ومش هيعمل حاجات كتير. لو الفرد نفسه كويس، لكن الفرد لو هو مش صالح يبقى خلاص، يبقى احنا نقول هنقول ايه؟ يعني يتحول المجتمع لغابه. نعم، شكرا لك محمد من مصر. ونتابع ومع هالة الدوسري باحثة سعودية في مجال الصحة في العنف ضد المرأة من ولاية ماريلاند من أمريكا. أهلا بك يا أستاذة، ما رأيك؟ يعني استمعنا للعديد من الآراء، هل ننسبها أنه حالة فردية يعني ما عندما تأتي حالات تعنيف، أم نقول أنه هذه ثقافة مجتمع هي التي أدت إلى هذه الحالة الفردية أو تلك إلى أن تحدث؟ أهلا وسهلا فيكم. طبعا هو العنف ظاهرة عالمية، مش ضد النساء، إذا كنا بنتكلم عن العنف ضد النساء هو ظاهرة عالمية موجود في كل الثقافات وفي كل المجتمعات، لكن لا يوجد سبب وحيد للعنف. العنف متعلق بسلوك فردي أحيانا، لأنه بعض العوامل اللي تحدث للشخص في نشأته، تعرض هو شخصيا إلى العنف، تعاطي المواد المسكرة أو المخدرات، مرتبط دائما بسلوك عنيف. وأيضا علاقة المرأة بزوج عنيف، مثلا علاقتها بشخص تعرض ايضا الى هذه الامور، او يعني شخص يعني يرغب في التحكم بالمراه، ايضا عامل من العوامل. وايضا هناك المجتمع الذي يسمح بالعنف ويعني يوافق عليه ضد المراه في حالات معينه، مثلا في حال خروج المراه عن الانماط الاجتماعيه والادوار المقبوله لها، في حالة مثلا في بعض الأبحاث اللي ذكرت أنه تقريبا ثلث الرجال في السعودية قاموا بضرب زوجاتهم أو بضرب أخواتهم نتيجة لأنهم ردوا عليهم أثناء النقاش، أو في حالات أنهم لم يلتزموا بالزي المناسب مجتمعيا. في مصر 90% من النساء أيدت أن يضرب الرجل زوجته
في حال أحرقت الطعام أو في حال لم تهتم بشؤون البيت. وهناك أيضا الأمور الأخرى وهي وجود القوانين وسلوك القائمين على تطبيق هذه القوانين. ففي دراسة صدرت عن منظمة الصحة العالمية في الألفية، قامت هذه الدراسة بعمل يعني استبيان عن العنف اللي تعرضت له النساء في 10 دول حول العالم. لا تزال هذه الدراسة مستمرة، لكن النتائج الأولية أظهرت شيوع العنف ضد المرأة في كل الثقافات، لكن اختلاف نسبه. المجتمعات اللي فعلا تعترف بأن العنف جريمة، اللي تجرم العنف ضد المرأة أو ضد الطفل وتجرم استخدامه لإصلاح أي مشكلات داخل الأسرة أو تقننه في الفضاء العام وتحمي النساء من التحرش، هذه المجتمعات نسبة العنف فيها كانت أقل ضد النساء من المجتمعات اللي كان العنف فيها وسيلة لترسيخ الأنماط الاجتماعية والأدوار اللي تقوم فيها المرأة داخل الأسرة أو خروجها عن الأسرة إلى الفضاء العام حيث لا توجد حماية. فبالتالي دائما يلام فيها المرأة اللي خرجت إلى هذا المكان العام أو إذا لم تلتزم بأدبيات هذا المكان العام التي وضعها المجتمع. فطبعا اختلفت النتائج والنسب، ولكن في المحصلة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة لابد من النظر لكل هذه السياسات. الدولة عليها أن تعترف أن العنف طيب مشكلة. طيب يعني أستاذة هالة، يعني من الآراء التي استمعت إليها قبل الحلقة بأنه في مجتمعاتنا العربية تحدث عملية فصل بين الجنسين، وهذه تعزز بشكل أو بآخر بأنه يعني الجنس الآخر هو كائن غريب، يعني الذكر يعني لا 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 يعرف أنثى غير أمه أخته أو زوجته، فعندما يعني ربما لاحقا يدخل على الحياة الزوجية يكون غير فاهم إلى طبيعة أنه هذا اختلاف طبيعي فيمارس ربما العنف. هل هذا الرأي يعني سديد أم مجرد؟ ليس بالضرورة. لا ليس بالضرورة، مثل ما قلت الدراسة وجدت أن العنف الزوجي أو العنف ضد المرأة من زوجها أو شريكها في الحياة هذا الشيء منتشر في كل العالم، ولا علاقة له فقط، يمكن له علاقة أيضا بطريقة توقعات الرجل من أدوار المرأة. يعني مثلا بعض التشريعات الدينية تبيح ضرب المرأة في حال أنها لم توافق على إطاعة زوجها مثلا. أوكي؟ فهناك أحيانا مبررات ثقافية تبيح للرجل استخدام العنف لحل مشكلاته، لكن هذا لا يعني أن كل الرجال في المجتمعات المفصولة فيها المرأة عن الرجل في الفضاء العام سيقوم أو النساء عن الرجال سيقوم بالإساءة إلى زوجته أو إلى ابنته، وهذا الكلام غير صحيح طبعا. لكن بالتأكيد أنه تشجيع أنه ما يكون في نمط وحيد مقبول من المجتمع للمرأة هذا يخفف من العنف الممارس. أستاذة هالة ابقي معي سأستمع ونستمع معا إلى رأي عمر عرب من الجزائر. أهلا بك عمر، يعني ما رأيك، هل العنف في المجتمع الجزائري يعني ضد المرأة هو حالات فردية أم هو ثقافة يشجع المجتمع؟ ألين أخي الفاضل، تحية لك وتحية طيبة لكل مشاهدي قناة العربي. أهلا بك. شكرا جزيلا لكم على هذا الموضوع المثير. نعم أخي الفاضل، أعتقد أن الموضوع العنف ضد المرأة هي حالات شخصية، أما هنا في الجزائر يعني حيث قامت الدولة بقوانين كثيرة يعني لتحمي المرأة، يعني حتى يعني قبل أن يعني تسن تلك القوانين التي تحمي المرأة يعني لم يكن العنف كثير هنا ضد المرأة لاعتبارات كثيرة، خصوصا أن كان دور المرأة كان كبير جدا خلال الثورة التحريرية. يعني إذا تسمح لي عمر، أنت تقول بأنه لم يكن هناك عنف كبير تجاه المرأة، هل هذا مبني على حالات ودراسات أم أنه ربما هناك حالات كثيرة لا تبوح ولا تتكلم عما يجري داخل البيوت؟ أخي الفاضل، يعني نحن نعيش وسط المجتمع ويعني نرى ونسمع ونشاهد كل هذه الأمور، يعني كل شخص يعرف يعني طبيعة بلده وثقافة ذلك البلد. أما يعني بخصوص يعني العنف في العالم، أعتقد أن هذه يعني من فن يعني الرجال، يعني في كثير من الأمور يعني تكون المرأة هي
السبب الكبير في ان تجعل زوجها يعني يقوم بضربها. يعني الضرب هناك ضرب مبرح، هناك ضرب طفيف، وهناك انواع كثيره من العنف ضد المراه. يعني انا لا اعتقد ان هكذا يعني الرجل يستهل انف المراه هكذا بدون سبب او لاسباب صغيره. يعني برايك ما هي الاسباب التي تسمح لرجل ان يضرب زوجته أو أخته أو أمه؟ أنت تعرف أن هناك آية في القرآن الكريم تسمح لرجل أن يعنف زوجته بلطف. يعني هل باعتقادك بأن هناك دين يسمح لأحد أن يمارس عنف تجاه آخر؟ لا يعني ولكن هناك يعني اسباب، هناك اسباب منطقيه. لما المراه تجلب العار لزوجها او تخونه او يعني لكي يصل الرجل لكي يعنف زوجته هناك يعني اذا 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 برايك ان هناك اسباب. شكرا لك عمر. سنستمع ايضا الى راي اخر، رايه من رام الله من فلسطين. اهلا بك رايه. ما رايك رايه في موضوع العنف تجاه المرأة؟ هل هو ثقافة مجتمع أم هو يعني سلوك فردي هنا أو هناك؟ الحقيقة أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. هو بضبط أنه عن ناحيتين، بس أنا بحكي على تجربة خاصة صارت معي بدون ولا أي سبب. أنه أنا تعرضت لعنف كتير قوي من قبل زوجي ومن قبل أهل زوجي. كان محطم لي كل شيء تقريبا، ما بحبوا المرأة الناجحة نهائيا، أنا هيك باعتقادي طبعا. بس التجربة اللي هاي اللي عشتها كانت كتير صعبة، لدرجة إنه ضرب ذل إهانات منه من أهله، ما أتدخل في أولادي، ما أتدخل في أي حدا، بدي حلمي أحققه، بدي أشتغل في الشهادة اللي أنا درست فيها، ما كان يعطيني مجال ولا لأي شيء. بالنهاية أنه فاقد الشيء لا يعطي. يعني أنت يعني لديك تجربة وأكيد أنها مريرة ومرة. استمعنا منذ قليل أنه عمر يقول بأن هناك أسباب، لا يوجد عنف بدون أسباب. يعني برأيك هل يمكن فعلا أن توجد أسباب تبرر لرجل أن يعنف زوجته أو أخته أو أمه؟ هو بكلامه خاطئ، الأستاذ عمر بكلامه خاطئ. ما في، أنا بحكي إنه أنا بدون سبب كان يصير في هذا الإشي، وأنا ما كنت عاملة إشي ولا كان في أي إشي. بتصير مشاكل بس مش لدرجة العنف والضرب والإهانات، وإنه جيران يشوفوها عم تضربها وهيك شغلات. بتصير عنف بس مش بهاي الطريقة. أنا برأيي إنه هذا مرض شخصي، يعني مرض السيطرة عند الرجل الشرقي بشكل عام موجود ومطروح. يعني برأيك ما هي النصيحة التي يمكنك أن توجهيها إلى 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 كثيرات ممن يعني مروا بهذه التجربة؟ أنا بنصح كل امرأة في الدنيا إنه تكون قوية وتكون على قد حالها، ما تسمح لأي حدا يهينها، خليكي قوية، ما تعطي مجال إنه تنهاني، لأنه أنت لك حقوق في هالدنيا وحتى في الدين لك حقوق ومفروضة حقوقك. خليكي مثل ما انت قوية وما تسمح لحدا انه يهينك. شكرا لك رايا على مشاركتنا ومشاركة المشاهدين على هذه التجربة. طبعا هي لابد ان تكون تجربة مرت بها الكثيرات. بالعودة اليك استاذة هالة، يعني من الاراء التي ربما تكون بارزة في هذه الحلقة رأي عمر، يقول بأنه هناك لابد أن هناك أسباب ليضرب الرجل زوجته. يعني إذا فهمنا بأنه هذا كان رأي، باعتقادك هل فعلا هناك أسباب تبرر، فضلا عن أنه ما هي المسوغات التي يعني تساق في مثل هذه الأحداث؟ يعني ماذا يبرر الرجال عنفهم تجاه المرأة؟ خلينا بس نوضح أن عمر يمثل يعني شريحة لا يستهان بها من الرجال في العالم العربي اللي يستقوا مفاهيمهم عن العلاقة مع الزوجة من الأعراف السائدة في المجتمع ومن التعاليم الدينية التي تبرر الضرب للزوج باعتباره الأقوى والقائم على المرأة. فأحيانا تجليات العلاقة بين الرجل والمرأة اللي هي لا يوجد فيها مساواة في الواجبات والحقوق ينتج عنها فكر التحكم والوصاية وجبر المرأة على بعض الأمور، مثل ما ذكرت طبعا آية من
من فلسطين انه هي ذكرت انه هي تعرضت شخصيا بدون اي اسباب. لو احنا قلبنا الايه وقلنا ان المراه وجدت اي مشكله في سلوك زوجها، لا ينفق، لا يقوم بواجباته، فقررت انها تضربه، هل هذا الشيء يقبل؟ هذا الشيء غير مقبول. المشكل بانه بالطبيعه الجسمانيه في مجتمعاتنا بانه يعني جسمانيا الرجال ربما اكثر استعداد لمواجهات عنفية أو جسدية. إحنا لا نؤيد، إحنا لا نؤيد يعني كعلماء وكناس بتعمل في هذا المجال، لا نؤيد استخدام العنف لا للمرأة ولا للرجل. في طبعا عنف تجاه الرجل، هذا عنف مؤسساتي، لكن في نفس الوقت لا نؤيد التعامل العنيف يعني في داخل الأسرة، لأنه لا يعني أنت عندك يعني إذا لم تستقيم الحياة، الله إيش يقول في القرآن؟ يعني عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما قال روحوا اضربوهن واحبسوهن وأدبوهن، يعني هذا مش شغل الرجل. هذا الشيء الثاني. الشيء المهم في الموضوع هو تفكيك الأنماط الاجتماعية، هذا الشيء لا تعمل عليه مؤسسات المجتمع المدني أو النخب الموجودة في المجتمع. أما فكرة أنه هو لا يسمع بوجود العنف تجاه المرأة، لأنها غالباً تحدث داخل أبواب مغلقة. أكثر العنف غير موجود في المجتمع، أولاً لأن المرأة ليست شريكة كاملة في المجتمع في الفضاء العام، ولكن هي غالباً تحدث في داخل الأسرة. يعني أكثر أنماط العنف شيوعاً ضد المرأة هي العنف من الأسرة، من الزوج أولاً وبعدين من الأب والأخ، مثل ما تفضلت ضيفتك. فهذه الأنماط الشائعة لا يعني كثير من السيدات ينظروا إلى أن الأسرة هي وحدة خاصة، يعني شؤون الأسرة هي شيء خاص. أن الحديث عن سلوك منحرف للفرد من الأسرة أو عنيف تجاهها، هذا أولاً يقلل من مكانتها، من احترامها، من سمعتها أمام المجتمع الصغير اللي تعيش فيه. أستاذة هالة، يعني أنا أود أن أشكرك على مشاركتك في هذه الحلقة، شكراً لك. مشاهدينا فاصل ثم نواصل حلقتنا. أهلا بكم من جديد. نذكر بسؤال حلقتنا اليوم، هل العنف ضد المرأة سلوك فردي أم ثقافة مجتمع؟ وجهنا هذا السؤال إلى العاصمة العراقية بغداد، وسألنا عينة من المواطنين هناك وأجابونا بهذه الإجابات. سلوك العنف ضد المرأة هو سلوك مجتمع وليس سلوك فردي، بسبب أنه أكو قوانين تحمي المرأة من العنف، بس المجتمع القوة اللي مهيمنة عليه والآراء وطبيعة المجتمع أنه ما توقف فيها المرأة من هالناحية. أولاً إحنا نبدي بداية من كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أوصى أول ما أوصى بالمرأة وقال رفقا بالقوارير. فمو من الصحيح المرأة حشى كل النساء، مو حيوان حتى تنضرب حتى كانت هذه آراء من العراق. وإلى نهار الحماد، مواطن أردني، أهلا بك نهار، ما رأيك نهار؟ يعني أهلا. هذا السلوك في ممارسة العنف تجاه المرأة حالات فردية برأيك أم هو ثقافة رسخها المجتمع؟ تحديدا لديك ربما تجربة واضحة في الأردن. أولا أحييك وأحيي التلفزيون العربي على هذه المواضيع المهمة جدا اللي تهم الوطن العربي بشكل كامل. طبعا أحيي كل الذين تحدثوا في الموضوع. أنا عندي رأي مخالف لبعض الآراء، هو مش سلوك مجتمع، هو سلوك فردي ينطبق من هذا الشخص. والسبب الرئيسي، أنا رأيي الخاص، أنه السبب الرئيسي في السلوك هذا الفردي أنه البني آدم تربى في أسرة فيها تعنيف للمرأة. أي شخص تربى في بيت يحترم المرأة، يجل المرأة، يقدر المرأة، لأن هذه المرأة هي الأخت وهي الزوجة وهي الأم، مثل ما تعامل الأم وتقدسها، فهذه الزوجة وهذه المرأة في حياتك بشكل كامل هي مرأة، هي تمثل الأم والزوجة والأخت والابنة. فهذا سلوك، أنا أتوقع سلوك فردي، ليس هو سلوك أبدا سلوك مجتمع، لأني أعيش. طيب نهار، يعني بالتحديد في الأردن يعني نسمع كثيرا عن ما يعرف بجرائم الشرف، وهي أن يقتل الرجل زوجته لأنه يشك بأنها تخونه، أو يعني يضع في ذهنه بأنها لا تقدم له ربما بشكل أو بآخر الوفاء بحسب اعتقاده.
نعم. إذا بدي أخذ الموضوع على مسارين. المسار الأول العنف بشكل عام، وهو مثلا أن المشاكل العائلية أو ضرب المرأة أو قضايا الشرف، أنا لا أستطيع أن أحكي فيها، بسبب أنه إحنا المجتمع الأردني مجتمع قبلي وعشائري. فالآن في قضايا ممكن تكون صحيحة، وفي قضايا الأغلب تكون غير صحيحة. ممكن اتهام من الزوجة، أو اتهام من الأخ، أو مثلا عبر مكالمة هاتف أو رسالة واتساب أو فيسبوك أو شيء زي يؤدي إلى مقتل هذه البنت أو الزوجة أو الأخت أو كذا. فأنا ما بدي أخش بالموضوع هذا، لأن هذا موضوع يعني هو هذا جزء من العنف، يعني هذا جزء من العنف تجاه المرأة يصل إلى حد القتل. ماشي بس الآن في هذا موضوع أنا ما أتطرق إليه، لأن هذا موضوع مجتمع، موضوع هم المجتمع. نعم، شكرا لك نهار. سنستمع أيضا إلى رأي شريفة بنت سعيد من الجزائر. أهلا بك شريفة، ما رأيك شريفة؟ العنف في الجزائر تجاه المرأة، هل هي حالة متفشية بشكل واضح أم أنها هنا وهناك، يعني نماذج فردية؟ نعم، السلام عليكم في بدء الأمر. وعليكم السلام. أنا أرى أنه في المجتمع العربي، في مجتمعنا الجزائري، هناك عدة حالات للعنف ضد المرأة، حيث أن القوانين التي نجدها في الدستور الجزائري ممكن أنها تكون غير متوفرة. الدستور الجزائري لا يسلط عقوبات صارمة في حق من يقوم بتعنيف المرأة. يعني ما بصفة كبيرة في المجتمع. شكرا لك شريفة. وإلى درية منير من السودان، وهي صحفية. أهلا بك درية. كيف يمكنك أن تصفي حالة العنف تجاه المرأة في السودان؟ يعني هل هي فعلا ثقافة في المجتمع؟ السلام عليكم، شكرا لكم على المداخلة دي. وعليكم السلام. نحن كمجتمع عربي أو كمجتمع سوداني شفت يعني قضايا المرأة بطريقة واسعة جدا، خصوصا في النواحي السياسية. برغم من أن الشرع كفل للمرأة قوة كاملة، فلا زالت مطالبات بحقوق المرأة. المرأة ناشطة رغم المراحل المتقدمة والمستطلعها، بتواجه ذات العنف بذات القسوة. يعني بنعاني جدا من مشكلة العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة من وهي طفلة الختان، العنف ضد المرأة وهي طالبة، العنف ضد المرأة وهي عاملة، العنف ضد المرأة وهي زوجة. طيب درية، من الذي يحمي المرأة إذن في السودان إذا كانت هي يعني يمارس عليها العنف في كل مكان ومنذ الطفولة؟ لا توجد قوانين يعني تحمي المرأة يعني بصورة واضحة إلا المجتمعات المتقدمة في السودان. لكن المجتمعات العادية المرأة مكانها البيت، المرأة يعني تعامل معاملة قاسية من زوجها من إخوانها. إذن برأيك أنه هذه ثقافة مجتمع. شكرا لك، شكرا لك درية منير من السودان. سنقرأ بعضا من آرائكم التي وصلتنا عبر صفحاتنا. سلوى الجندي تقول: العنف بكل أشكاله قلة أدب، وهذا يعني أن الإنسان الذي يعنف المرأة غير مكتمل الرجولة. ومبروك يقول: على المرأة أن تمتص غضب الرجل بكلمة طيبة، وعلى الرجل كذلك أن يحسن إلى المرأة وألا يعنفها. وأحمد زايد يقول: كلما ارتقى الإنسان قل العنف ضد المرأة، وكلما ارتقت المرأة وكانت فاعلة وحققت ذاتها ارتقى الإنسان والمجتمع. كانت هذه آراءكم. شكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم، شكرا لفريق العمل. حتى ألقاكم مجددا، لكم مني أطيب تحية.